دوكنز الذي طرح هذه الفكرة الخرافية السخيفة هو مجرد صحفي كما يقول إي ويلسون. There is no dispute between me and Richard Dawkins and never has been because he's a journalist. بيقول له هتقارني بريتشارد دوكنز، ريتشارد دوكنز صحفي، وهذا كلام صحيح. آخر ورقة علمية كتبها ريتشارد دوكنز ربما من حوالي 30 سنة، يعني أنا كاتب أوراق علمية أحدث منه. المضحك لمن لا يعرف هذا المرتزق ريتشارد دوكنز، الحصول على تذكرة للعشاء مع ريتشارد دوكنز $1000، 18,000 جنيه مصري عشان تاخد تذكرة جلوس على عشاء يحضر فيه ريتشارد دوكنز. تخيل لو عالم مسلم نشر إعلان زي ده، كيف كان سيتعامل معه إعلامنا؟ هؤلاء هم مرتزقة الإلحاد الجدد. عشاء $1000، أمال لو دوكنز هيحط لك الأكل في بقك بهذه الأظافر كم ستدفع؟ طبعا ارتزاق ريتشارد دوكنز على قلب الملاحدة زي العسل، والتذاكر بتخلص هوا.